خلونا معي على الهاتف دكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. سياسيا كيف تقرأ هذا الرد الفعل السريع وكيف تقرأ الوضع دكتور معتز؟ خليني أقول إنه إحنا بنلتحق بقطار محاربة الإرهاب العالمي. الفرق بين مانشستر والمنيا ليس بعيدا فيما يتعلق بالإرهاب. هو يثبت أن الإرهاب لا يعرف فروقا في الحدود أو في العقيدة أو في الدين أو في الأيديولوجية، وبالتالي ينبغي أن نقوم بالجزء الخاص بنا وأن نتحمل المسؤولية الواقعة على عاتقنا من محاربة الإرهاب. لن نحن في محيطنا داخلنا وفي محيطنا لن نسمح لتواجد الإرهاب، وأعتقد أننا غالبا قد رصدنا هذه الخلايا الإرهابية وهذه المعسكرات في ليبيا من فترة، ولكننا كنا بين بديلين، إما أن نقوم بهجمات استباقية، وأغلب الظن أننا كنا سندان وسنناقش بمنطق أننا ودي نقطة مهمة، لأن أنا ده سؤال كنت بسأله دايما، لماذا لم نقم بعمليات استباقية؟ فده برضو تحليل مهم سياسي، أنه أكيد كنا سندان أن إحنا بنعتدي أو أن إحنا بنقوم بضربات دون تنسيق كما دائما يقال. ده صحيح، يعني حتى في القانون الدولي يقولون أنه مسألة الدفاع الشرعي عن النفس مرتبطة بوقوع عدوان فعلي أو بوجود أدلة يعني معلنة وواضحة وصارمة بصددها يبدو أن طرفا ما ينتوي أن يستخدم قوته المسلحة الأعتداء على طرف آخر، ونحن لم نكن نملك هذه الأدلة. نتعامل مع طرف إرهابي لا يعلن عن نواياه ولا يعلن حربا، وإنما حتى لو أعلنها فنحن لا نعرف الضربة القادمة ستكون إلى أين. لكن أما وأننا معنا الحجة الآن وهي حجة دولية دامغة، أتمنى كما حضرتك أشرتي وكما أشار عدد من الضيوف قبل من كده ألا نتوقف خلاص، يعني أقصد إحنا الموضوع ما لا يوجد فيه مساحة للأخذ والرد، طالما أننا قد عرفنا البينة أين يوجد هؤلاء الإرهابيون الذين يهددون أمننا وأمن أهلنا، فواجب على الدولة المصرية أن تحمي شعبها في الداخل وفي الخارج. وبالتالي أنا يعني في حدود ما أعرفه مصر لم تعتدي، ولكن مصر تدافع عن نفسها، وينبغي أن يكون الدفاع بروتراكتيف يعني طويل المدى ممتد، وإذا عرفنا بعد أسبوع بعد أسبوعين بعد شهر أنه في عملية إرهابية أخرى محتملة أو أن في مكان آخر داخل ليبيا أو في منطقة أخرى يجوز أنها بتخطط للاعتداء علينا، فمن واجبنا، لا أقول من حقنا ولكن أقول من واجبنا أن نكون الطرف المباشر لوقف هذه العمليات. طب أرجو أن تبقى معي دكتور معتز، هقطعك قليلا. بيان القوات المسلحة صدر منذ قليل، أكد البيان أنه بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبعد التنسيق والتدقيق الكامل لكافة المعلومات والبيانات قامت القوات الجوية اليوم بتنفيذ ضربة جوية مركزة ضد تجمعات لعناصر إرهابية بعد التأكد من اشتراكها في التخطيط والتنفيذ للحادث الإرهابي الغادر الذي وقع اليوم في محافظة المنيا. وأوضح البيان أن العمليات ما زالت مستمرة حتى الآن. إذن العمليات مستمرة حتى هذه اللحظة داخل العمق الليبي ضد التجمعات التي قال بيان القوات المسلحة أنه تم التنسيق والتدقيق الكامل للمعلومات والبيانات التي تأكد اشتراكها يعني حول هذه التجمعات التي تأكد اشتراكها في التخطيط والتنفيذ للحادث الإرهابي. دكتور معتز، يعني البيان واضح ودقيق وبيستخدم ألفاظ دقيقة إن هو كان هناك رصد وتدقيق وتأكد من البيانات أن هذه المراكز التي قامت بالضلوع في هذه العمليات الإرهابية. إيه الفرق بين متخيل رد الفعل الدولي عن هذه الضربة ورد الفعل الدولي عن الضربة الأولى اللي ما كانش مؤيد قوي حينها؟ لا، هو يعني الآن أعتقد أننا نستطيع أن نقدم حكايتنا روايتنا، يعني الديسكورس بتاعنا الرواية بتاعتنا مدعمة بالأدلة والبراهين. نحن طرف لا نعتدي، وليبيا بالنسبة لنا جار، نحن حريصون كل الحرص على أمنها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الداخلية، لكن في نفس الوقت ليبيا غير قادرة على أن تمنع هؤلاء الإرهابيين أن يكونوا مصدر تهديد لنا. فالآن نحن ندافع عن حقنا في أن نكون آمنين، هذه ناحية. من ناحية أخرى نحن نساعد الدولة الليبية على أن تكون قادرة على أن تبسط كامل سلطانها على كامل ترابها الوطني، وهي واحدة، وهذا هو التعريف الوحيد لكلمة سيادة.
يعني حينما نقول أن تعريف الدولة هو أنها كيان له سيادة يمارس هذه السيادة على الأرض عبر الحكومة ويساعد حكومة يفترض أن تكون تحظى بشرعية من قبل الشعب، هذا هو تعريف الدولة. وبالتالي نحن نساعد في بناء الدولة الليبية أيضا، يعني نحن مش بس ندافع عن أنفسنا، لا نحن كمان نساعد أشقائنا في ليبيا أن يعودوا إلى فكرة الدولة مرة أخرى، لأنه واضح وأحيانا بمرور الوقت يتناسى الناس فكرة الدولة ويبدأون في التفكير بمنطق القبيلة أو بمنطق الطائفة. وبالتالي أنا أطالب من القيادة السياسية في مصر ألا تعتبر ما فعلته اليوم مسألة يعني مرتبطة بحادثة إرهابية وقعت ضد أبنائنا وإخواننا، وإنما هذا واجب مصري علينا أن نقوم به بدعم عربي ودولي حتى تصل الدولة الليبية إلى ما ينبغي أن تكون عليه من دولة كاملة. لكن يعني النظرة بقى المتكاملة للوضع ما بين كلمة الرئيس في الرياض، رد فعل الأمير القطري، الكلام على ان احنا بنسلح متمردي دارفور، الكلام على تسليح تركي للجيش السوداني، المشهد ده شايفه ازاي؟ هناك مشروعات مختلفة للشرق الأوسط، يعني كل طرف لديه خريطة متصورة لما ينبغي ان يكون على الشرق الأوسط. عارف لو كنت ببني عمارة وانا لا اتصور بشان العماره دي كم دور ومتقسمه كم شقه وجوه كل شقه فيه كم اوضه، تركيا لها مشروعها، ايران لها مشروعها، قطر متماهيه مع تركيا في اجنده دوليه واضح انها تعلي من قيمه لا اقول الدين ولكن اقول الطائفيه، يعني نحن نرحب بان يكون الدين بمعناه السمح والمعتدل هو قائدنا، انما المشكله انهم لا يتحدثون عن دين، هم يتحدثون عن طائفيه نفرق فيها بين المسلم والمسيحي وداخل الاسلام بين الاطراف المختلفه الى اخره. مصر كذلك لها رؤيتها، واعتقد ان السيد الرئيس حينما تحدث في الرياض كانت هذه المعالم الاولى. حضرتك تفتكري مع حضرتك في اكثر من حلقه كنا نتحدث اين المشروع العربي؟ انا فاهم ايه المشروع الاثيوبي، وفاهم ايه المشروع الاسرائيلي، وفاهم ايه المشروع الايراني، وفاهم ايه المشروع التركي، وفاهم ايه المشروع الغربي، وفاهم فين بتلتقي هذه المشاريع وفين بتتفاوت، اين المشروع العربي؟ اعتقد ان مصر مطالبه وقد ادت جزءا من دورها حتى الان، يعني انا اللي بقوله النهارده ان ما يحدث اليوم او ما فعلته القوات المسلحه اليوم هو امتداد لما قاله السيد الرئيس في الرياض، نحن مطالبون ان ننتقل، يعني كنا زمان بنات دايما يقول لك المجتمعات المحافظه والدول المحافظه تتعامل مع الوقت باعتباره افضل مستشار، يبقى الانتظار افضل مستشار، يعني لا اتخذ قرارا يترتب عليه ان اكون في موضع اللوم ان اخطات. يقول لك استنى استنى واصبر وحمل نفسك، وهو يعني في بعض الاحيان يكون هذا منطق سليم، انما نحن الان وصلنا الى وضع اننا كلما صمتنا وكلما صبرنا تغول وتوغل علينا هؤلاء الارهابيون ومن يناصرهم، فنحن اعتقد اليوم انتقلنا لا اقول من رد الفعل الى الفعل ولكن من فعل كانت تحكم ردود الافعال الى فعل اصبح جزء من رؤيه عامه. اتصور ان مصر طرحتها قولا في الرياض وتنفذها فعلا فيما حدث اليوم في الضربات الموجهه الى الارهابيين في ليبيا. بشكرك دكتور معتز بلعب فتاح استاذ العلوم السياسيه بجامعه القاهره.